السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نكملوا التتمه، نديروا التتمه ديال الدروس ديال الكونطابيليتي اناليتيك ونشوفوا لي زونيتي دوفر. بالنسبه لي زونيتي دوفر عندنا جوج انواع ديال لي زونيتي دوفر. عندنا لي زونيتي دوفر فيزيك كيكونوا يعني كيعبروا عليهم غالبا بالكميه بلا كونتيتي. دونك بالنسبه للسيكسيون ابروفيزيونمون يقدروا يعطيونا quantité de matière première achetée يعني شحال ديال لي ماتيير بروميير اللي شرينا. بالنسبه للسيكسيون ديال برودكسيون ممكن يعطيونا الكوانتيتي دو ماتيير تريتي يعني الكميه ديال لا ماتيير تريتي يعني الكميه المواد اللي تمت معالجتها داخل المصنع. لور دو ماشين برودوي فابريكي. بالنسبه للسيكسيون ديستريبيسيون يقدروا يعطيونا كوانتيتي دو برودوي فوندو. هاد لي زونيتي دوفر متعلقين غير بلي سيكسيون برينسيبال، راه ماشي بلي سيكسيون اوكسيليير. النوع الثاني ديال لي زونيتي دوفر هما لي زونيتي دوفر مونيتير. بالنسبه لسيكسيون ابروفيزيونمون يقدروا يعطيونا لي مونطون دي زاشا يعني الثمن ديال الشراء ديال الماتيير بريمير. بالنسبه لسيكسيون برودكسيون يقدروا يعطيونا لو كو دو برودكسيون دي زونيتي برودويت يعني تكلفة الإنتاج ديال لي زونيتي برودويت ديال لي برودوي اللي صنعات لونتربريز. و سيكسيون ديال ديستريبيسيون تيعطيونا المونطون دي فونت أو بيان شيفر دافير. راه يقدروا يعطيكم شيفر دافير ويقدروا يعطيكم لي فونت مونطون دي فونت، راه بحال بحال. ويقدروا يعطيونا أيضا الكو دو برودكسيون دي زونيتي فوندو يعني تكلفة الإنتاج ديال لي زونيتي فوندو. نشوفوا واحد ليكزومبل وغنرجعوا للطابلو اللي كنا شفنا في الفيديو الاول ديال الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. هذاك مازال ما كملش، حنا غادي نكملوا بلي زونيتي دوفر. الوغ هنا تنديروا ناتور دو لونيتي دوفر. بالنسبه السطر الثاني تنديروا فيه لو نومبر دونيتي دوفر، والسطر الاخير كنديروا فيه لو كو دونيتي دوفر. بالنسبه لا سيكسيون ديال لابروفيزيونمون عطاونا هنا لو كيلوغرام اشتي يعني الماتير بريمير شحال من كيلوغرام شرينا ديال الماتير بريمير. بالنسبه لاتوليي ديال لاتوليي اللي كتخدم فيه لونتربريز يعني عطاونا اتوليي كنخدموا لا ناتور ديال لي نيتي دوفر هي اور دو مان دوفر ديريكت. دونك لي زور دو مان دوفر ديال يعني السوايع اللي خدمت اللي شحال ديال السوايع خدمت اليد العامله يعني العمال شحال ديال السوايع خدموا خلال هذا الشهر. الديستريبيسيون تنديروا فيها عطاونا هنايا برودوي فوندو يعني شحال بعنا من برودوي يعني الكونتيتي ديال لي برودوي فوندو. لاحظتوا معايا هنايا عطاونا فقط لي زونيتي دوفر فيزيك كيلوغرام اشتي اور دو مان دوفر وعندنا البرودوي فوندو. بالنسبه للنومبر دي زونيتي دوفر ما عطيش لنا في التمرين، حنا غادي نديرو نفترضوا ان عطاونا مثلا هنايا 30500 يعني 30500 كيلوغرام اشتي ديال الماتير بريمير. نفترضوا اننا عطاونا 60000 ساعه اللي خدموا البيرسونيل اللي خدموا لي سالاريي ديال هاد لونتربريز في خلال هاد الشهر يعني المجموع ديال السوايع اللي خدموا لي سالاريي كاملين خلال الشهر هو 60000 ساعه. وبالنسبة لي برودوي فوندو بعنا 83000 برودوي. دونك هادو هما لو نومبر دي زونيتي دوفر اللي عطاونا. كيفاش غنديرو نحسبو لو كو دونيتي دوفر؟ كنشدو لي طوطو سكوندير وتنقسموهم على لو نومبر دي زونيتي دوفر. بالنسبة سيكسيون ابروفيزيونمون تنشدو 469000 ونقسموها على 30500 اللي غادا تعطينا 15.377. بالنسبه لاتوليي غنشدو التوتال ديال التوتال سيكوندير اللي هو 504000 مقسمه على 60000 دون 504000 مقسمه على 60000 كتعطينا 8.40. وبالنسبه للسيكسيون ديال ديستريبيسيون لو كو دينيتي دوفر ديالها هو 166000 مقسمه على 83000 غتعطيني جوج. يعني هذا هو الكمواله ديال لو طابلو ديال ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي ضروري خاصنا نديرو فيه لو كو ديال لي زونيتي دوفر.
كنتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذه. اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو افيك فو زامي وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.